دكتور سلمى عن المشكلة الصحية اللي تعرفنا عليها بالتقرير التالي. معنا الدكتورة وهيبة سليمان، أخصائية بأمراض الجلدية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك دكتورة. صباح. يعني بالتقرير اللي شفناه كنا عم نحكي شوي عن السعفة الجلدية، يمكن هو مفهوم مانو كتير متداول مثل ما قلنا. خلينا بالبداية نشرح أكثر شو المقصود بالسعفة الجلدية وأسبابها. السعفة الجلدية أكيد العالم جوز ما يعرفوا الاسم، والاسم العلمي هو الفطور. يعني نحن الفطور هي عبارة عن متعضيات دقيقة، هي نوع من الأحياء. يعني نحن عنا الشيء اللي بيصيب الإنسان، المتعضيات، عنا الجراثيم، الفيروسات، الطفيليات والفطور. الفطور هو مملكة من المتعضيات الدقيقة اللي ممكن تصيب الإنسان من قمة الرأس للأخمص القدمي. طبعا هي ممكن تصيب الإنسان وحتى ممكن تصيب الحيوان، وهي ممكن تكون تجينا من الحيوان كعدوى للإنسان، وممكن تجي من التربة بحالات نادرة، ممكن الإنسان يعدي الإنسان. فالسعفة سعفة الجسد هي اللي بتصيب مناطق الجسم. في عنا طبعا السعفة إنها بتصيب كمان الرأس، سعفة الرأس، ممكن تصيب الأظافر، ممكن تصيب مثل ما قلنا أي منطقة بجسم الإنسان. طيب دكتور، هي أسبابها إذا فينا نقول هي فجأة بتجي، أو هي مثلا ممكن تكون وراثية، أو هي ممكن تكون تنتقل؟ لا اكيد هي مانا وراثيه. في عنا قلنا متعضيات، في اسباب انه هي نشرح اكثر. فهي الفطور في عنا كذا نوع منها، يعني ممكن مثلا البويغه الشعرويه، هذول الانواع. في عنا هي الفطور العاديه، وفي انواع كثير. وفي عنا الخمائر كمان، هي نوع من الفطور، بس هي بتكون موجوده على جلد الانسان بشكل طبيعي او بالاغشيه المخاطيه، بتستغل الفرصه المناسبه، صار رطوبه زائده، تعرق زائد، امراض مناعيه، عم ياخذ مثبطات مناعه، بتتكاثر وبتساوي لنا الافات. اما الفطور العاديه اللي بتساوي لنا السعفات، اللي هي عباره عن بقع بتصير على جسم الانسان مميزه، طبعا اكيد الطبيب لازم هو اللي يشخصها، لانه وقت متى ما شخصنا السعفه فالعلاج هو صعب وطويل، وخاصه اذا سعفه الاظافر. هي بتكون عباره عن بقعه بتطلع اول شيء. هو اهم شيء انه الغذاء تبع الفطور، يعني بدها تعتمد على غيرها حتى تتغذى، فهي بتعتمد على الكيراتين الموجود بطبقه الجلد، الموجود طبقه الاظافر، طبقه الاشعار. فهي بتاكل هالكيراتين فبتتوسع، كل ما توسعت بنشوف الحافه تبعها انه هي حمراء، ومن جوا شفاء مركزي. فهي هي بميزه كثير. طبعا التشخيص التفريقي بيجي مع كثير امراض، مع نخاليه ورديه، مع اكزيما، فبنحاول انه دائما انه ما يعالجها غير الطبيب. ومثل ما قلنا علاجها موضعي ما كثير بفيد الا بالحالات البدئيه، انه لسه بديانه جديد. الافضل هو العلاج الجهازي، وطبعا بيحتاج لفتره اسابيع لاشهر في حاله اصابه الاظافر. طيب دكتوره، هل ممكن اكتشافها بشكل مبكر، ولا هي بتطلع فجاه هي هذا النوع من البقع، وبالتالي فورا اكيد اي شخص بيشوف بقع غريبه ففورا بيتوجه للطبيب؟ اكيد مثل ما قلنا هي بتشبه يعني كثير امراض، يعني ممكن تشبه الصدف، ممكن النخاليه الورديه، ممكن اي مرض جلدي، الاكزيما، كله بتشبهه. بس طبعا قلنا مثل ما قلنا الشفاء المركزي بالنسبه لسعفه الجسد هو بميزها. بس كثير حالات اذا شك الطبيب بالتشخيص ممكن يساوي تحري فطور، انه نفحص تحت المجهر. وممكن كمان في عنا اشعه ود في بعض الفطور تتالق فيها، بتعطينا لون مميز لكل نوع من الفطور. واذا ما مشي الحال وضل شك الطبيب انه هي فطور وما طلعت ايجابي، ممكن يساوي زرع، والزرع طبعا ممكن يحتاج اسابيع لاشهر ليطلع. فاكيد بدنا نبدا بالعلاج وقت نكون شاكين بالتشخيص، ودائما نتابع عند الطبيب، وخاصه فطور الاظافر. فطور الاظافر سواء اليدين او القدمين ممكن تنصاب بالسرير الضفري، يعني الشيء تحت الضفر والضفر، وحتى في عنا اصابه حول الضفر الجلد، هي بتكون نوع من المبيضات اللي قلنا عنا هي الخمائر. فإصابة الضفر هي إصابة مميزة، بتبدأ عادة من الحافة الحرة للضفر، إلا بالحالات اللي بيجينا الفطور من عند المزارعين، مثلا فاتت شوكة عند جزر الضفر، فممكن الفطور تبدأ هوليك. وإصابة الأظافر معقدة كثير، ويعني في عندنا كثير تشخيص تفريقي لها، يعني ممكن أمراض الحزاز المسطح، الآفات الرضية. هي أكثر خطورة إصابة الأظافر؟ هلا هي إنه بدها علاج طويل، لأنه الضفر العادي ليطول مثلا ضفر الإيد بده من جوا لبرا بده 6 أشهر، القدمين 12 شهر، فهو العلاج المفروض هالمدة. بس طبعا في أدوية خصوصية إنه بتختزل نسيج الشحمي، بتعطي المادة الفعالة لفترة أطول، فممكن العلاج 3 أشهر، بين شهرين ل3 أشهر. أظافر اليدين القدمين ممكن نحتاج 6 أشهر، ودائما نتابع عند الطبيب، ونتابع حتى بزرع الفطور لنتأكد، لأنه أدوية الفطور يعني ما أنا أدوية سهلة، وإلا تأثيرات جانبية، بنساوي فحوصات،
خمائر الكبد، ننتبه اذا مريض عنده اصابه كلويه. فيعني هي بتاثر لانه على الجدار الخلوي تبع الفطور، هي بنشوفها بشكل مثل خيوط مجزاه، وممكن بشكل الا الابواق صغيره، فهي تحت التشخيص المجهري. فنلاقي الفطور مثلا اخر دواء اكتشف ما صاره مثلا ممكن 20 سنه، مصاد ضاد ادويه التهاب العاديه، بنلاقي كل فتره عم يكتشفوا اجيال جديده، لانه هذيك الادويه الفطور هي ادويه خطيره وبدها دائما نتابع عليها، رغم انه صار في عندنا مقاومه لبعض الانواع. كان عندنا مثلا الجريزوفولفين، خاصه الشهداء الاسعافات اللي بتصيب الراس كثير فعال، كان اسبوع اسبوعين لاقي بديت الافه التحسن، الاشعار بديت. هلا بنحكي شوي على سالفه الراس لانه هي كثير بنشوفها عند الاطفال، واذا ما تعالجت ممكن تتركنا حاصه ندبيه، فصار شوي مقاومه عليه. صار في عندنا مركبات ثانيه، مركبات الايميدازول، الايتراكونازول، الفلوكونازول، خاصه الفلوكونازول هدول للخمائر اللي قلنا هي ممكن تجي بشكل الخمائر الموجوده بشكل طبيعي. في نوع من النخاليه المبرقشه، هذا كثير شائع وكل العالم تقريبا بيعرفوه، لاقي بقع بالنيه عم وصوف ناعمه مثل النخاله، وفي عنا ممكن تعطينا نقص لون، وفي عنا زياده لون ممكن. فالنخاليه المبرقشه هي بتستجيب لمضادات الخمائر مثل الفلوكونازول، اما السعفات اللي حكينا عنها بالجسم الاظافر لا، بدنا مركبات التيربينافين، هذا تقريبا اخر دواء فطري. يعني دائما مثل ما قلنا ممكن نكتشف عده ادويه فطريه خلال سنوات عشرات، مو مثل ادويه التهاب لانه هي تاثيراتها الجانبيه كثيره، وهي بتجي على الجسم، يعني ممكن تقضي على خليه الجسم، لانه جدار الخليه تبع الفطر بيشبه كثير جدار الخليه الانسانيه. نحكي شوي على سعفة الرأس لأنه هي بتهمنا كثير عن طلاب المدارس، بتجي بهالعمر بنلاقي إنه بقع مدورة، عادة ممكن بقع بس إذا أهملناها ممكن إنه تزيد ويصير عندها عدة بقع، اسمها السعفة الجازة، إنه الشعر ما بيكون رايح الأخير بس كأنه جازينه مثل بوقت الجز القاروخ، إيه مقصوص قص. وطبعا سهولة بكثير، إذا ضل كام شعرة بتنشيلهم دغري بيروحوا، فهي لازم علاج فوري حتى نقدر قبل ما توصل لمرحلة الالتهاب ويصير عندنا ندبة، ما عاد بقى في علاج. أكثر يعني إصابة فيها الأطفال؟ أكثر شيء الأطفال بهالمرحلة، بنشوفها بمرحلة الأطفال للبلوغ بنشوفها كثير، أما بعد عمر البلوغ عند الكبار ما بنشوف سعفات بالرأس، ممكن نشوف السعفات الثانية اللي منها بتنتقل من شخص لشخص، من حيوان لشخص. يمكن الاكتشاف مبكر بيساعد أكيد كل ما اكتشفنا، لأنه مثل ما قلنا لأنه هي السعفة الجازة ممكن تصير سعفة بنقلها شهدة سيل، زي بتنتقل أكثر شيء من الحيوانات. حتى السعفة العادية اللي بنشوفها إذا ما انتبهنا عليها بتصير منتبجة، وبصير في عنا التهاب وتقيح، حتى بعض الحالات ممكن نعطي شوط بسيط من الكورتيزون لفترة كتير قليلة، رغم إنه الكورتيزون طبعا بزيد الفطور وما بننصح أبدا فيه، وخاصة في كريمات كتير بيصنعوها الشركات إنه فيها كورتيزون ومضاد فطري ودواء التهاب، لا احنا كأطباء جلدية بنحاول إنه ناخذ الدواء بس، مثلا دواء الفطور في كريم بس للفطور، كريم للجراثيم، فبنحاول ما نخلط بيناتهم. يأثروا على خليني اقول فترة العلاج، ممكن يخففوا المناعة طبعا هلا الكورتيزون قلنا نحن بحالة واحدة بنعطيه لفترة قصيرة كثير بشهد السيلز اللي كثير فيها التهاب، واكيد تحت اشراف طبي. الكورتيزون مثل ما بنعرف هو بيثبط المناعة يعني، فممكن بالعكس يزيد الفطور اول فترة الواحد بحس تحسن بيكمل، فبعدين بده يزيد ويصير علاج بده لفترة طويلة. ممكن حتى جسمه ما عاد بيتأثر على باقي، بده بيصير علاج فترة طويلة، وحتى ممكن تنتشر. يعني هلا للأسف عم نشوف حالات سعفات جسد، يعني هي مثل الحلقة، بتلاقي تقريبا ممكن مصاب الساقين الفخذين الجسم لأنه بديت المقاومة، فلذلك لازم التشخيص مظبوط ونعرف شو نوع الفطر قدر الإمكان لنقدر نعطي المضاد الفطري المناسب. بس يمكن كمان في كثير من الناس بتستسهل الموضوع، بتقول لك مظبوط بقى بقى صغيره على الجلد بتتركها، او يمكن تروح على الصيدليه بتاخذ بخاخ صغير وخلص بيمشي الحال، بعدين بتلاقي لا بتتفاجئ مثل ما قلتي البقع يمكن تنتشر باي شكلها، يعني بصير التشخيص حتى اصعب، يعني بدنا ننطر نوقف كل الادويه اللي استعملها المريض فتره، لانه حتى الادويه بتساهم بشكل عكسي طبعا بتغير شكل الافه. فيعني دائما ممكن نبدا بمضاد فطري موضعي، وطبعا بالحالات الشديده اكيد بدنا نعطي مضادات الفطور، طبعا هي بدها فحص دم، فحص خمائر كبد، متابعه، مو تنعطى هيك من قبل الجار والصيدلي واي شخص اكيد. طب دكتوره خلينا شوي نحكي اليوم، يمكن بعض خليني اقول الامراض الجلديه بيكون في لها عوامل خطوره عاليه، هل السعفات الجلديه هي من هي الامراض؟ مثل ما قلنا وقت تصيب الفروه بنخاف كثير من الندبات، وقت تصيب الاظافر ممكن
اذا ما تلحقت الافه كمان هو الفطر مثل ما قلنا عم ياكل الكيراتين تبع الضفر، بصير الاظافر هشه بتنحل الاظافر، فاذا وصلنا لمرحله ممكن تصيب حتى حول الضفر، فممكن الضفر خلص يصير حسن الضفر انه ما عاد انه يستجيب. جراحة ما كثير بنحبها، بس وقت يكون عندنا كتله من الفطور لا معلي ممكن نشال الفطر، بس ما بيأدي بنوب كلها كتله هالفطور، بدنا نعطي علاج جهازي لفتره طويله. هلا هي الفطور السطحيه اللي الجلديه عاده ما لها تاثيرات جانبيه نخاف منها انه تفوت، طبعا في عندنا الفطور العميقه هي اللي بنخاف منها، طبعا الحمد لله بلادنا قليله، وفي الفطور الانتهازيه مثل ما قلنا اللي ممكن وقت الواحد يكون مصبط مناعة عم ياخذ ادويه مثبطات مناعه، عنده قصور كلوي سكري، فهي بتزيد كثير وقتها، فاكيد وقتها بدنا نحتاج لعلاج طويل ومراقبه للمريض. لتجنب العلاج الطويل والمراقبه دكتوره بالختام لكل الناس اللي عم يتابعونا خصوصا الامهات، لانه الفطور دائما بنشوفه عند الاطفال باظافر القدمين يمكن اكثر، اظافر الايدين بنشوفه مثل ما قلتي انت حتى السعفه الجلديه بالراس عند الاطفال، بعض النصائح حتى ما اقول انه هي البقعه الصغيره ما بدها شيء، يعني خليني انتبه عليها من الاول. اهم شيء نحن اي اندفاع جلدي المفروض فورا لطبيب الجلديه، ما حدا انه يتدخل بالعلاج غير طبيب الجلديه، خاصه مثل ما قلنا سعفات الفروه ممكن يفكروها ثعلبه ممكن يفكروها غير شيء، لا لازم فورا للطبيب، وننتبه كثير نحن على طرق الانتقال، لانه يعني اذا في عندنا قطه بالبيت كلب بالبيت هلا اشعار تبعهم اذا هن منصابين الاشعار والكل اللي مثلا على الصوفاي على الارض ممكن تضل اشهر بدون ما تضل معديه، فبدنا ننتبه كثير، يعني نحاول انه يا نعالج الحيوانات، وبدنا ننتبه كثير التماس مع الحيوانات سواء بالمنزل او خارج المنزل وقت الاصابه، بده يتعالج المريض وكمان الحيوانات، وننتبه للحواليهم، يعني حتى قلنا في عدوى من الانسان للانسان، يعني اغراضهم بتكون اغراضهم خاصه، يعني من شفتهم كمان ما يشوا حفيانين خاصه بالمسابح بالنوادي، لانه قلنا في فطور بتضل والابواق تبعها عم تضل لفتره اشهر، كمان ننتبه كثير الرطوبه والتعرق، يعني الفطور اللي بنشوفها بالسنيات كثير، فلازم دائما المنطقه نجففها منيح، ممكن وقت ما يكون في اصابه انه ما في تقرح ما في تحوصل بالجلد او شيء ممكن نحط نوع من البودره خاصه بالاقدام عند اقدام الرياضيين اللي بيلبسوا بوط الرياضه لفترات طويله، فانهم بيصير عندهم تسعفات تسعفات يعني الافه الفطريه سواء باخمص القدم ممكن بين الاصابع خاصه اخر الاصبع الصغير واللي قدامه، لانه بيصير ضغط ما في تهويه، فلازم ننتبه تهويه معالجه مبكره قدر الامكان. بالختام نشكرك دكتوره وهبه سليمان على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، شكرا. شكرا كثير لكم. شكرا لك دكتوره. شكرا كثير.